جينا منذ سعادة إلى قطر الدوحة من أجل المشاركة ومشجعة المنتخب الوطني، وإن شاء الله مربوحة بإذن الله تعالى. اليوم؟ يا أخويا المهم الفوز، المهم الفوز، 1-0 2-0، المهم الفوز. وحنا متفائلين إن شاء الله بالنجاح لماركي زوج وباللايلي زوج إذا لعب، واللي فوقها معليش. أهلا وسهلا. أنت منين؟ أنا من مدينة بوسعادة، جيت لقطر لمشاهدة مباراة الجزائر ضد لبنان في كأس العرب. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله الخضر، وإن شاء الله الربح، إن شاء الله الربح. أنا من مدينة سيدي مساد، مدينة مغنية، وجاي نشجع المنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله مربوح. إن شاء الله. تتوقع النتيجة؟ توقع 3-0 4-0 منتخب الجزائر. إن شاء الله. 1-2-3 فيفا لاجيري. أنا من ولاية سيارت نعين كرمس بالذات، إن شاء الله مربوحة 2-0 إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بلاي اليوم ونجح إن شاء الله.